الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا اليوم إن شاء الله حنتحدث عن الconversion factors الشابتر 2 2.7. الconversion factors لما نقول عنه بنقول هو عبارة عن عوامل التحويل. عامل التحويل يعني بدي أحول في علاقة لازم تكون موجودة. يعني مثلا لو جيت أقول 1 minute بيساوي 60 second، إذن الاثنين هذولا في لهم عامل تحويل. إذن الconversion factors أو الconversion factor is a ratio that specifies how one unit of measurement is related to another unit of measurement. إذن بنقول هو عبارة عن نسبة ما بين وحدات القياس، نسبة ما بين وحدات القياس. يعني هاي وحدة قياس اللي هو بالثانية بالدقيقة بيساوي قديش بالثانية. اذا لما اقول الان بدي اعمل من الاثنين هذولا بدي اعمل منهم ما يسمى بالconversion factor. بقول اما بقول 1 منت على 60 ثانية او بقول 60 ثانية على 1 منت على دقيقة واحدة. These two quantities are the same. يعني the quantities هذولا هذا وهنا are the same. المفهوم هذا ممكن ينطبق على جميع الوحدات. يعني الconversion factors لما نقول عنه conversion factors within a system of units. Within a system with each units. يعني مثلا النظام الواحد اللي هو النظام الانجليزي الانجليش سيستم هنا هلاحظ انه كل هذه اسمها conversion factors. اسمها conversion factors لما اقول 12 inch over 1 feet او 3 feet over 1 yard او 3 quarts over 1 gallon or 16 أونصه over 1 pound. إذن هذه وحدات من التحويل داخل النظام الواحد، داخل النظام الواحد. أيضا هذا الكلام ممكن ينطبق في النظام المتري. أقول مثلا 1 كيلو جرام equal 10 to power 3 meters أو 1 microgram equals 10 to power minus 6 gram. The two pairs of conversion factors are يعني لما نجي أشوف الـ conversion factor هان بقول conversion factor إما أن يكون 10 to power minus 3 meter over 1 kilometer وده same ونفسها اقول اما 1 كيلومتر اوفر 10 تو باور 3 متر. وكذلك الوحده اللي هان عامل التحويل تاعها 1 مايكروغرام اوفر 10 تو باور ماينس 6 جرام اور 10 تو ماينس 6 جرام اوفر 1 ملي جرام. طبعا انا باستخدم احد هذه الصور من صور الconversion factors حسب السؤال الموجود عندي. اذا كان السؤال يقتضي عندي اني استخدم هذه الحالة او الوحدة التحويل هنا او يقتضي اني استخدم الوحدة ايش او حالة التحويل الثانية هنا. طبعا هنشوف هذا الكلام في المسائل ان شاء الله القادمة. الconversion factors between systems of units. يعني كنت انا تكلمت بالاول عن الconversion factors لما يكون بين كل units
بيكون السيستم، هنا النظام الانجليزي وكونفرجن فاكتور فيه، وهنا النظام المتري وكونفرجن فاكتورز. لكن انا هاخد الان اللي هو النظامين وابدا احول ما بين نظام ونظام اخر. فمثلا لو انا قلت 1 باوند ايكوال 554 جرام، يعني الرطل في النظام الانجليزي هنا حيساوي 454 جرام في النظام المتري، لانه الباوند نظام انجليزي اما الجرام هو نظام متري. طبعا هنا هو اخذ 3 significant figures، اذا لازم ياخذ بالمقابل هنا 3 significant figures، يعني 1 2 3 من الارقام significant figures، اذا لازم يقابله 3 ارقام significant figures. لو اخذ 4 ارقام significant figures اذا هيعطي هنا 4 ارقام significant figures، اذا هيظهر عندي اللي هو في الحقيقة كان هذا مقرب، كان هو 3 في الحقيقة وهذا 6 من 10. لما أخذ 5 significant figures وجدنا أنه 453.59.59. إذن هذا لم تكن 6 في الحقيقة، كانت 5 وكان الرقم 9 تحول. إذن احنا كم حنأخذ عدد significant figures في النظام الانجليزي حنأخذه ايضا في النظام المتري، حنأخذه ايضا في النظام المتري. عشان هيك بقول انه ال 5 significant figures، لا احنا العلماء قالوا خلينا احنا كل ما قلنا لنا الارقام بكون يعني ابسط لها، اذا قالوا خلينا نأخذ 3 ارقام معنوية. على هذا الأساس بدأنا نقرب التسعة، لما نقربها هنا بتصير هذه 6، والستة لما نقربها حتصير هذه 4، وبالتالي قالوا إنه الواحد باوند بيساوي 454 جرام. إذا الاثنين هذولا بينهم ما يسمى الآن اللي هو conversion factors. عشان هيك اعطاك الجدول هذا، اللي هو هذا الجدول ببين ال qualities او quality and conversion factors that relate the English and metric systems of measurement. الان انا عندي الوحدات، وحدات اللينث والماس والفوليوم. عندي هنا بدي احول من نظام متري الى نظام انجليش، ومن او من انجليش الى نظام المتريك. طبعا الشيء اللي انا الان بنتهي به هو اللي انا بكتبه في البسط. يعني لو قلت مثلا 1 انش بيساوي 254 سنتيمتر، الان مين اللي انا بنتهي بالانجليش، بنتهي بالانجليش سيستم، اذا الانجليش سيستم الوحدة تاعته هتكون في البسط والمتريك هتكون في المقام. لما انا اقول من انجليش لمتريك، اذا المتريك هتكون هي اللي فوق والانجليش هيكون هو ايش اللي تحت. اذا لما انت تبدا باي نظام عشان تحول من نظام الى نظام اخر، اللي انت بتنتهي به بيكون في البسط، هايو انجليش هو اللي في البسط، والمتري هو الايش في البسط، والباقي حيكون في المقام. طبعا الان كل واحد انش، طبعا لاحظوا ان هنا في 3 significant figures، وهنا لازم يكون في 3 significant figures. اذا بقول من متر الى انجليش، اذا 1.00 انش اوفر 2.54 سنتيمتر، اور 2.54 سنتيمتر اوفر 1.00 انش. برضو ال 1 متر بيساوي
39.4 inches. كل واحد متر, كل واحد متر حيساوي 39.4 بوصة. 39.1 ايش بوصة, او 4 بوصة. طيب اطلع النظام. اذا انت النظام الانجليش بدك تبدأ بي, وين الانجليش اللي هو 39 هان, هي 39.4 هو الانجليش, اذا حيكون في البسط والباقي حيكون في المقام. وهذه نفس العملية, المتر حيكون هو في البسط والانجليش حيكون هو في المقام. ايضا 1 كيلو متر برضو 3 significant figures equal 0.621 mil. اذا برضو 3 significant و 3 significant هنا الميل نظام انجليش, اذا هو حيكون في البسط وهذا حيكون في المقام. وفي الحالة انجليش لمتر, اذا المترك حيكون هو في البسط والانجليش حيكون هو في المقام. هذا الكلام حينطبق على وحدات الماسز كما انطبق على وحدات اللينث. 1.00 pound equal 454 grams. اذا 1.00 pound over 454 gram, or English to metric 454 gram over 1.00 pound. ايضا ال 1.00 kilogram equal 2.20 pounds, بيساوي الواحد كيلوغرام بيساوي 2.2 او 20% رطل. وبنفس الطريقة عملية التحويل, والواحد أونصة بيساوي 28.3 جرام. الأونصة الواحدة الأوجية بالنظام الإنجليزي بيساوي 28.3 جرام. وأما في وحدات الفوليوم اللي هي نفس وحدات الماسز واللينسز بنفس النظام, بنقول 1.00 كوارتز, الربع في النظام الإنجليزي بيساوي تقريبا لتر إلا شوية, يعني 0.946 لتر. أو 1 لتر بيساوي 0.265 جالون, اللتر بيساوي 0.265 جالون اللي هو الجالون, وهذا هذا الربع يعتبر ربع جالون يعني في الحجوم. 1.00 مللتر برضو بيساوي اللي هو الأونصة السائلة بيساوي 0.0338, وبنفس النظام بعمليات التحويل. الآن حتكلم عن الدايمنشنال أناليسز اللي هو تحليل الأبعاد. تحليل الأبعاد, إيش هو تحليل الأبعاد؟ مثلا بنقول in a general problem solving method in which the units associated with the numbers are used as a guide in setting up calculations. الآن انت في عندك وحدات اعداد معينة, numbers معينة. الآن أنا بدي عشان أعملها calculations لازم أحللها. أقول مثلا الـ S2 S squared, يعني الـ 5 2 هنا هي عبارة عن 5 times 5, وهذا كلام معروف, وبس إحنا بنحاول نثبت المعلومة مش أكثر. الـ سنتيمتر سكوير بيساوي سنتيمتر في سنتيمتر. نفس العملية لما انت بدك تيجي تختصر, لابد انك تختصر الوحدات المتشابهة او الارقام المتشابهة زي ما في الحالة هنا 3 times 5 times 7 over 3 times 2. مين المتشابه في الوسط والقامة اللي هي 3, اذا نشطب 3 مع بعض. وهذا طبعا بقول لك هذا الكلام ليش, عشان يجي يبين لك في الحالة الثانية انه الاكسبريشن اللي هنا
عبارة عن سنتيمتر تايمز إنش على سنتيمتر. إذن أروح السنتيمتر مع السنتيمتر ويتوقع عندي الإنش. الآن حنجي نتكلم عن اللي هو the following steps show how to set up a problem using dimensional analysis. كيف انت بدك تستخدم خطوات dimensional analysis. Identify the known or given quantity, both in numerical value and units, and the units of a new quantity to be determined. اذا انت يعني عملية التعرف على الكوانتيتي الموجودة اللي هي سواء كانت النيوميريكال اللي هي الاعداد او قيمة الاعداد او اليونتس. اذا في عندك انت القيمة العددية وفي عندك اليونتس، هتتعامل مع الاثنين، مع القيمة العددية ومع اليونتس. الخطوة الثانية multiply the given quantity by one or more conversion factor in such a manner that the unwanted original units are cancelled, leaving only the desired units. طبعا كل الكلام هذا اللي هي هذه الخطوات اللي ايش اللي احنا حنشوفها في حل المسائل الموجودة عندي. والخطوة الثالثة performing the mathematical operations indicated by the conversion factor setup، يعني استخدم اللي هو حل المعادلات الرياضية أو باستخدام conversion factor اللي هو عامل التحويل اللي احنا تكلمنا عليه من شوي. وبالمثال يتضح المقال. حنأخذ المثال 2.6، بقول انه standard aspirin tablet contains 324 milligram of aspirin. How many grams of aspirin are in standard aspirin tablet؟ يعني هنا انا موجود عندي اللي هو تابلت اقراص من الاسبرين ستاندرد، بتحتوي كل قرص منها على 324 ملي جرام من الاسبرين. بقول لي قديش اللي هو عدد جرامات الاسبرين في التابلت القياسي تاع الاسبرين. السوليوشن الان ده given quantity، الكمية اللي هو اعطاني اياها كانت بتساوي 324 ملي جرام من الاسبرين. يعني القرص الواحد بيحتوي 324 ملي جرام من الاسبرين. قديش عدد الجرامات من الاسبرين في التابلت القياسي؟ كم عدد الجرامات؟ اذا هو بده يحول هنا من وحدة الملي جرام الى الجرام. كيف بدك تحول من ملي جرام للجرام؟ طبعا لازم تكون انت عارف العلاقة ما بين الملي جرام وما بين الجرام. العلاقة ما بين الملي جرام والجرام هي عبارة انه كل واحد ملي جرام بيساوي واحد على عشرة أس ناقص ثلاثة ملي جرام، أو العشرة أس ناقص ثلاثة جرام اللي هو على واحد ملي جرام. ما هي هذه العلاقة جابها من وين؟ جابها إنه أنا بقول إنه ون ملي جرام بيساوي عشرة أس ناقص ثلاثة جرام. إذا أنا حولتها بالطريقة المعتادة انه 1 ملي جرام اوفر 10 تو باور ماينس 3 جرام اور 10 تو باور ماينس 3 جرام اوفر 1 ملي جرام. طيب الان لما قال لي انه الاسبرين كونتينز 324 ملي جرام، قديش هو بعدد الجرامات؟ اذا 324 ملي جرام بيساوي قديش من عدد الجرامات؟
اذا انا حقول انه 324 ملي جرام، 324 ملي جرام عشان احولها لجرامات معناه لازم يكون استخدم الكونفيرشن فاكتورز. لكن هستخدم يا ترى هذه الحالة من الكونفيرشن فاكتور ولا الحالة الثانية من الكونفيرشن فاكتور؟ اي حالة من الكونفيرشن فاكتور انا ممكن استخدم؟ طبعا اللي بيخليك انت تستخدم اي واحد منهم اللي هو المطلوب، هو مطلوب انك تحول لجرام. اذا لازم يكون لجرام في البسط، لازم يكون لجرام في البسط، مادام هو المطلوب اذا لازم يكون هو في البسط. اذا هستخدم وين الجرام في البسط؟ هي هذه الحالة، انا الجرام في البسط. اذا هذا الكونفيرشن فاكتور، الصورة هذه من الكونفيرشن فاكتور هي اللي هستخدمها في حل المسألة. ليش؟ عشان الملي جرام يروح مع الملي جرام ويضل عندي هنا مين؟ الجرام. اذا هيطلع عندي بالجرام. طبعا في الحالة هذه انا شطبت ملي جرام مع ملي جرام وصفيت المسألة زي البند الاولان اللي قلت لك بدك تصف المسألة الى الارقام، بس هيضل عندك هنا الارقام وبعدين تحطه في قوس كبير والكل الوحدة تاعته جرام. يساوي بعد انت طبعا ضربت هذا في 10 اس ناقص 3، اذا الصفر حيجي هنا، اذا 0.324 جرام. هذه هي ايش الاجابه. برضو الكابيلاريز ذا مايكروسكوبيك فيزلز، الكابيلاريز اللي هان هي عبارة عن شعيرات، مايكروسكوبيك فيزلز أوعية ميكروسكوبية يعني أوعية دقيقة جدا، ذات كاري بلاد فروم سمول أرتريز تو سمول فينز، يعني بتخدها من الأرتريز من الشرايين إلى سمول فينز إلى الأوردة. طب تمام، يعني كل المعلومة هذه هي معلومة علمية لكن ملهاش علاقة بالسؤال. Are on the average only، هنا العلاقة انه الـ average بتاع الفيزلز هذه بيساوي 1 ملي متر long، الطول تاعها اللي هي الشعيرات هذه بيساوي 1 ملي في الطول بتاعه. What is the average length of a capillary in inches، اذا بدك تحول معنى ذلك من الملي متر للإنش، من ملي متر للإنش. طبعا لاحظ انه انا بتحدث الان عن تحويل ما بين نظامين، النظام المتري والنظام الانجليزي، نظام المتري بالملي متر ونظام الانجليزي بالإنش. طبعا عشان احول ما بين النظامين بدك ترجع على وحدات التحويل ما بين النظامين، قديش يا ترى الملي متر بيساوي من الانش؟ طبعا عشان تيجي تحول بدك تقول ال 1 ملي متر بيساوي قديش من الانش، اذا بدك تقول انه الملي متر بدك تحول المتر والمتر تحوله للانش. هذا الكلام طبعا مستوحى من الجدول، مستوحى من الجدول. هيو المتر بيساوي قديش من الانش، لانه انا ما عنديش وحدة الملي متر عشان احولها للانش، لا انا عندي وحدة المتر بدك تحولها للانش. عشان هيك انا حولت من ملي متر لمتر عشان اصل للصورة هذه، والمتر نفسه تحوله للانش. اذا نرجع تاني للسؤال بتاعنا. الان حقول انه the correct conversion factor step is ال 1 ملي متر عشان تحوله لمتر، وكل واحد ملي متر بيساوي من المتر قديش؟ 10 أس ناقص 3. اذا انا استخدمت الان الوحدات بحيث انه الملي متر هتروح مع الملي متر، المتر قديش بيساوي من الانش؟ بيساوي 39.4 انش، لانه هو طالب مني بالانش. اذا الانش لازم يكون في البسط، الانش هنا لازم يكون عندي هنا في البسط عشان يطلع عندي الانش في البسط.
إذن المتر حيروح مع المتر عشان يختصروا أيضا الاثنين هذولا مع بعض. بضل عندي في الأرقام وفي الوحدات أشوف دقدي إيش الأرقام عندي، واحد والعشرة أس ناقص ثلاثة والتسعة وثلاثين وأربعة من عشرة هذا في البسط، على واحد في واحد بوينت زيرو زيرو هذا في المقام، وضل عندي وحدة الإنش لأنه الباقي انشطب راحوا مع بعض ضلت الإنش. الآن تعمل العملية الرياضية تاعتك وتحسبهم ويطلع عندك 0.0394 إنش. هذا بالكالكوليتر أنسر. طبعا هاي واحد هيقول والله أنا خلصت من قضية الأرقام المعنوية في الدرس الماضي وخلصت، لا، الأرقام المعنوية حضلها لحقاك في جميع المنهج، لأنه جميع المنهج لازم أنت تحوله إلى أرقام أو تكتب الصورة تاعته بطريقة صحيحة بأرقام معنوية. طبعا أنت عندك الآن اللي هو التحويل، عندك قديش اللي في السؤال، عندك واحد ملي متر في السؤال، واحد ملي متر، إذن عندك رقم معنوي واحد، إذن لازم هنا قديش طلع عندك ثلاث أرقام معنوية، إذن لازم تحولها لرقم معنوي واحد، معناه إنه الأربعة لا تتحول إلى، إذن التسعة ممكن هذه تقرب إلى واحد صحيح بتصير أربعة، إذن حيعطيني 0.04 إنش. هذا هو الكوريكت أنسر، هذا هو الكوريكت أنسر. طبعا هذا ملخص بسيط للكونفيرشن فاكتور. بهذا القدر نكتفي، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى بمشيئة الله تعالى. فإذا لك حين نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.